حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا التواصل الجديد عبر تلفزيون المجلس وعبر برنامج إسراي في كل يوم جمعة من الساعة 9 ولغاية الساعة 10. ومثل ما عودناكم في برنامج إسراي نسلط الضوء على إحدى الشخصيات الكويتية التي بكل تأكيد كان لها دور بارز في خدمة دولة الكويت. وضيفتنا لهذه الليلة إحدى سيدات الكويت البارعات والمتميزات والذين بكل تأكيد التي قدمت يعني خدمة لدولة الكويت في المجال الاقتصادي. ضيفتي لهذه الليلة مدير عام شركة ليدرز جروب نبيل مبارك العنجري أم عبد العزيز، حياك الله معنا. الله يحييك ومساك الله بالنور ومشكورين على هالاستضافة. حياك الله أم عبد العزيز. يعني أبي أبدأ معاك اليوم حوارنا، واليوم احنا نتكلم او حوارنا في برنامج إسراي نبي نعيش مع ام عبد العزيز ونطلع المشاهد الكريم على شخصيه ام عبد العزيز وحياتها من غير الشغل ومن غير اللقاءات ممكن الكثيره اللي طلعتي فيها. يعني نبي نتكلم على نبيل العنجري خصوصا في روضه دمشق، شو تذكر منها؟ يعني بتبتدون من اولى روضه معي؟ من اولى روضه. ما في شك، يعني روضة دمشق هي روضة اللي كانت إحنا يعني مرحلة الروض رياض الأطفال في ذاك الزمن، في زمننا إحنا اللي بدينا. طبعا كانت مراحل متميزة واهتمام فينا كأن يعني تواكب رياض الأطفال في العالم المتقدم جدا مع انطلاقة الكويت في ذاك الوقت. وكنا حتى يعني نتغدى وننام ويون أهلنا يأخذونا بعد الساعة 4، فكان يعني فول داي داخل هذه الروضة. فكان تعليم مستمر وتعليم فعلا عميق. راح أقول لك قصة في هذه الروضة حصلت لي، وحقيقة يعني تراكمت هذه الملاحظات أو هذه الحادثة اللي صارت لي بالروضة على مدى حياتي كلها لغاية الحين. لأن بديت أوعى الأمور وهذه يعني عززت مواقف بحياتي. طبعا أنا كنت يعني حين لما أشوف أحفادي وأشوف عيال الناس وأشوف الصغار دائما نعتبرهم أنهم ما يفهمون، ولكن هم عندهم من العمق والفهمية يعني نفهم كل شيء. لذلك كنا من 4 سنوات ندخل الروضة ونطلع 6 سنوات نروح الابتدائي. ففي هذه المرحلة كنا نسوي مسرحيات، كنا نقدم أوبريتات، شلون تعلمنا؟ فكنا على طول بالمسرح، وهذا المسرح له أهمية كبيرة في صقل شخصية الإنسان من بداية. أذكر أنه كان في مسرحية ومع الأسف المدرسة ما حطتني البطلة الأولى، حطتني البطلة الثانية، ومع أني كنت أشوف نفسي أستحق البطولة. لكن في ذاك الزمن وما زلنا، وهي ملاحظة، إن اللي أحلى شوية يحطونها هي البطلة الجميلة جدا يحطونها، اللي أقل جمالا يحطونها البطلة الثانية اللي مو حلوة. يعني هذا كان موجود حتى أيام الروضة قبل؟ حتى أيام الروضة. فكانت صديقتي هي وزميلتي ورفيجتي اللي إحنا هي بطلة أولى وأنا بطلة ثانية، كان عندي رغبة قوية أني أكون البطلة الأولى. اللي حصل قبل الحفلة بـ2 يوم رفيجتي مرضت، طيب، وصار فيها حصبة وسخونة عالية، يعني 10 أيام ما راح تيجي، فاضطروا يخلوني البطلة الأولى. من ذاك اليوم إلى اليوم الله يعني شافي كل إنسان، وما أقصد بالشيء السلبي، ولكن انزرعت في بالي. وبعدين راح أقول لك قصص على مدى حياتي. إذا كانت عندك رغبة قوية وشغف في شيء وتمنيته بقوة راح تحققه. وفعلا صارت الحفلة وصرت البطلة. هذه طبعا ذكريات كثيرة بالرياض الأطفال والروضة بالذات، روضة دمشق، وأبوي الوالد كان يوديني وكنت أتعلق فيه وابكي، وكان يعني كأنه لما يروح أبوي وهم وصلني كأنه قلبي ينشلق. يعني هذا الموقف تحديدا في روضة دمشق واختيارك، يعني كنت البطلة تبين الأولى ولكن اختاروك الثانية لنسبة الجمال معينة طبعاً. لظرف كان أصبحت البطلة الأولى وطلعتي، كبر معاك ويمكن استفدت منه في حياتك كلها لغاية الآن. صحيح. ويمكن على كلامك أنه صقل شخصيتك، إذا بغيتي شيء وصممتي على شيء راح تحققينه وراح تنجزينه. صحيح. جميل. يعني بديتي يعني حياتك العملية مع عبد العزيز عمره 6 سنوات تقريبا في ورشة تصليح سيارات الوالد. طبعا شنو قصتها؟ أنا الوالد الله يرحمه كان سابق عصرة في كل شيء، سياسيا اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا. لا يمكن أن أحد يفهم شخصية والدي إلا إحنا بناته اللي عشنا معه، ووالدتي طبعا، وأنا وإخواتي اللي كنا قريبات بالعمر. حين لما نقعد ونشوف الأحداث السياسية اللي قاعدة تصير اليوم
ومن 10 سنين ومن 20 سنة تذكرون. والدي توفى صغير عمره 43 سنة، كنا يعني صغار. والدي توفى يعني ما تلقم التعليم، ولكن كان احنا فخورين بأنه بنى نفسه بنفسه، كان رجل عصامي، بنى من عمره من 10 سنوات وصاحب صار صاحب ورشة تصليح سيارات. هو أول بعد من بنى يخت، هو سواه بنفسه مع القلاليف اللي جابهم، ورسم يخت مميز سنة 1968. سوى أول مهرجان في خروج هذا الطراد أو هذا اليخت من جراج شويخ، جراج اللي يملكه، إلى ثانوية شويخ. سوى يعني مهرجان لفينا فيه الكويت، وهو صاحبه بالجيب معروف، وحتى سووا عليه مجلة العربي ريبورتاج في ذاك الوقت، اللي بيرجع حق مجلة العربي. وهذا البناء الكبير الفخم اللي ما كان مثله فعلا، من رجل ما تلقى لا هندسة ولا كان شيء، بس يسمونه جنير. ليش الجنير؟ يعني انجينير بالكويتي. فكان والدي من بداية عمره 10 سنوات يصلح سيارات، يفك سيارة ويركبها. بعدين صار عنده مشروع الخاص، يبيع قطع غيار. فكنت لما أعطل بالمدرسة بالصيف ياخذني معاه أروح ويا الجراج، الورشة، ورشة تصليح السيارة. عمره 6 سنوات تقريبا، 6 7 8 يعني 8. سنتين ورا بعض 3 سنوات، لما أنا بديت أتملل يعني، ولا هو ما عنده مانع. فعشان شي أقول لك سابق عصره إنه ما كان عنده مشكلة، وكان يسمونه أبو نبيلة. ما كان عندي أخويا بعدين، فكان كل الناس تعرفه أبو نبيلة، وكان يفتخر إنه هو أبو نبيلة، ويقعد بالربعة ونبيلة طالعة الأولى، نبيلة شهادتها كذا، نبيلة عن 10 ريايل. فلما كانوا يسولفون كان يقول هذه الكلمة، إن نبيلة عن 10 ريايل. طيب يعني هذه الملاحظات البسيطة اللي قالها الوالد ويقولها قدام ربعه بفخر عن نبيلة، أكيد زرعت شيء داخلي. فكنت أروح ويا الورشة تصليح السيارات، ويقعدني على المكتب ورد على التليفونات ويعلمني، يقول لي ألو ورشة العنجري. فلما يقول لي ما تقولين بس، يقول ألو ورشة العنجري عشان تردين على عشان أرد على المتصل. هاي أول تدريب. ثاني تدريب يقول لي أكو مخزن كله قطع غيار، ما أعرف كله بالأرقام والرموز. صحيح. يكتب لي الرمز، يقول لي روحي دوري الميكانيكي، يقول نبي القطعة الفلانية، يكتب لي ياه الميكانيكي على الورقة، ويدخلوني المخزن، مخزن ممر طويل، أروح أطالع 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 لما أشوف القطعة هذه، وأنا ما أعرف أقرأ يعني بذاك الوقت القراءة الكاملة، ويجيب الكرتون اللي فيه القطعة. فكنت أروح أجيب قطع غيار. بعدين خلاني أدخل الورشة بأني أشوف، يعني انكسرت عندي حواجز ما كان ممكن تنكسر، إن هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان، وهذولي يعني كانوا عائلة طبعا، يعني العمل أول كلهم العمال اللي موجودين مع الوالد، كان يأكل معاهم يشرب معاهم يبوا كذا حطوا كذا. فهذه المرحلة بحياتي حقيقة جميلة، وعلمتني الثقة بالنفس، علمتني التواصل مع الناس، علمتني أني أشوف أبوي يعني فخور فيني، أشوف أبوي علاقته مع الناس، العلاقة الطيبة، كرمه على الناس، حبه للناس. فهذه كلها أشياء حقيقة. على شنو كان حريص بهذاك الوقت؟ يعني حرص يعني الوالد رحمة الله عليه أن يغرسه في نبيلة بالذات. كان دائما يشوفني شيء كبير، يغرس فيني أن أنا يعني أكون شيء كبير في بلدي، أن أدرس، أنك أنت ماكو شيء يعني يوقف قدامك. يعني كان هذا الشيء يعني، وهذا راح يجرنا حق مرحلة يعني مرضه. كان يعني أذكر وأنا صغيرة 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 يعني، وخواتي أصغر مني، يوقف بالسيارة لما نكون مرضى، يوقف بالسيارة بعيد. كانت أذكر صح المدرسية أو يعني مبنى كذي ما كان يمه أحد، يقول لي دخلي، وكنت يعني أرجف، يقول لي دخلي المستشفى، امشي ممر، أكو غرفة الطبيب، روحي قولي له إنك أنت وخواتك مرضى، خلي عالجكم. أقول لي بأنزل، يقول لي لا أنت قوية روحي. كأنه قاعد يأهلني المرحلة بحياتي، ما أدري ليش يعني كان يزرع فيني القوة بشكل مو طبيعي. يعني كنا مثلا أنا 7، أختي اللي أصغر مني 5.5، وكانت الصغيرة 3.5، إلى يعني أكو جيل ثاني، بس إحنا الثلاثة اللي. فكنت أدخل ممر طويل بالمستشفى إذا ماني غلطانة، يا الأمريكاني أو يعني مستشفى الحين ما أذكره، ممر طويل. واذكر اطلع على الدكتور، اقول له انا نبيله بنت مبارك، يقول لك ابوي انا مريضه.
قلت تعالي تعالي. فيعني علمني حتى ان الحين انا ما اخاف فعلا، يعني انا زرع فيني هذا عدم الخوف، ان وايد اشياء بحياتي يمكن الناس تسميني مغامره مرات، لكن فعلا لما اذكر هذه الاحداث احس ان انا فعلا قويه. يعني هذه شغله، يعني وين ابو كان اول الام والابو يمسكون ياهلهم وللحين، يعني الحين ازود، الحين ازود، الحين الخدامه تشيله والام تركض وراه لا لا روحي روحي امشي بطريقك، يعني فكان يعلمني على اسس وتاصيل انك انت انسانه اولا، انت كويتيه ومواطنه لك دور بهالبلد، انك انت لا تخافي من شيء، لا تهابي من شيء، انت شخصيتك هي اللي تزرع اي شيء تبيه. اذا رحمه الله عليه هو يعني احد المؤسسين واللي زرعوا في شخصيه نبيله العنجري ممكن الثقه بالنفس طبعا، التجاره، الاقتصاد، انت دخلتي ورشه وشفتي كراج واشتغلتي وسمعتي، اذا كان يعني حافز كبير من الوالد رحمه الله عليه. احنا متواصلين معك مع عبد العزيز ومتواصلين مع جمهورنا الكريم ومشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل هذا الحديث الشيق مع نبيله العنجري. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام ومتواصلين معكم ونجدد الترحيب لكل من انضم الى تلفزيون المجلس وبرنامج اسرائي وضيفتي الكريمه مدير عام شركه ليدرز جروب نبيله مبارك العنجري ومع عبد العزيز. يمكن قبل الفاصل تكلمنا على روضه دمشق ووصلنا الى الوالد رحمه الله عليه والى ورشه العمل اللي اشتغلتي فيها والى الامور اللي يعني زرعها فيك رحمه الله عليه، وكانت احد الاسباب في نجاحك اللي قاعد نشوفه الان. عمرك 16 سنة بعد وفاة الوالد وتحملتي مسؤولية أسرة وعائلة، وفي شيء مقابلك العادات والتقاليد والأعراف اللي كانت في هذاك الوقت، نوعا ما المرأة كانت يعني صعبة والمسؤولية عليها شوي أصعب، فلما نتكلم على هذه الفترة مع عبد العزيز. والله هي طبعا من أصعب المراحل بحياتي، لأن مثل ما قلت الوالد كان يعني سند، وكان يعني هو اللي صحيح قاعد يعلمنا وقاعد يأهلني وقاعد يأهل خواتي وأهل أخوي، وكان يعني بيتوتي لا علاقة، يعني في البيت لما يدخل ينقلب الجو البيت إلى دم خفيف، عنده يعني سنس أوف هيومر يسمونه، والدي كان دم خفيف جدا وينكت ويضحك وكل واحد مطلع له علوقة، ويعني نادر 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 ما نشوفه معصب، نادر، بس لما يعصب ويشوفه بعيوننا يعني خلاص يعني نخاف. فلما مرض ويات الجلطة بالقلب بالبداية ما صدق انه هو يعني 43 سنة وريال قوي، وهو ما صدق. بعدها طبعا عرضوا عليه انه يروح يسوي العملية في لندن، وكنت لازم اروح وياه، هو سافر قبلي على اساس انه يروح ويشوف شنو بيصير ويمكن يحتاجني يمكن ما يحتاجني. بس بعد ما راح بكم يوم اتصل في الوالدة وقال نبيلة تجيني على طول، يبو نبيلة، ولا عمري رحت لندن بذاك الوقت وما أعرف شلون بروح، وين أبوي كان بالمستشفى وما حد يعني. وفعلا هذه تجربة يعني فعلا صعبة، أطب بمطار لندن بمطار هيثرو وبروحي معي أختي الصغيرة، خذيت معي واحدة من خواتي الصغار إن تيسرني بالطريق، ما حجزت فندق، ما يعني ما اعرف رايحه كذي، انه يعني عندي اهل هناك وانه بروح لهم وبشوفهم هناك، يعني الله سهل الامور وصلت للاهل، نمت عندهم ليله، بعدين رحت حجزت فندق وقعدت انا واختي في فندق. يعني قصه غريبه ها، يعني فعلا شلون صارت ما ادري الجرأة من وين، يعني انت بالنهايه رايحه اوكي، يعني انت رايحه مجبوره، رايحه والدي مريض، والدك مريض، ولكن الجرأة يعني الدافع هذا. اي طبعا على طول رحت حجزت فندق يم الاهل اللي انا رايحه عندهم، سكنت بفندق يمهم رايحه، بس كنت كل يوم اروح المستشفى لوالدي. اللي صار لما رحت كان سوى العمليه ودخل في غيبوبه 15 يوم وما شافني ولا شفته. وبعد ال 15 يوم كانوا يطلبون مني اروح لاقعد عنده بالمستشفى، يطلبون مني اني يعني انادي اصرخ بذونه عشان يصحى، بس هو دخل بهذه الغيبوبه وما طلع منها، قالوا ما في شيء، عمليه ناجحه لكن يحتاج انه هو يصحى، بس ما صحى. وكانت هذه المشكله. ففي هاي الوقت يا ولد عمتي يا من الكويت،
كنت يوميا طق التاكسي من الاوتيل للمستشفى من المستشفى للاوتيل، ويعني بروحي بلد عمري ما رحتها، لكن سبحان الله يعني التعليم اللي علمني اياه والقوه، كنت قويه اقول حق نفسي انت قويه لا تخافين، انت قويه لا تخافين، يعني انا من داخلي اقوي نفسي. ما في شك يعني كانت يعني كارثه بالنسبه لنا ان انا ارجع الكويت بالطياره معي جثمان ابوي بالطياره. هاي مرحله يعني نقول مرحله انتهت من حياتي وبدت في مرحله ثانيه. بس يعني فعلا البذور اللي كان يزرعها، البذرة اللي كان يحطها ويسقيها ويعلمني، كان كأنه يشعر بيوم من الأيام هذا الوالد إنه هو راح يروح ويخلينا، فكان لابد إنه يكون لي دور. كان مبادرتي يعني إن أنا الوالدة الله يطول بعمرها يعني موجودة، خواتي أصغر مني، أخوي أصغر واحد، فكان لازم نلملم الأمور. من الأشياء اللي أذكرها بالأحداث طبعا هو لأن قبل لا يتوفى كان خايف علينا، فكان مثل ما تقول سكر شغله كله ما عدا، كان عنده مخازن فيها قطع غيار. ولا أنسى حقيقة إنه يعني ذاك الزمن تدري يعني توفى الوالد 75، ما زالت الكويت يعني خالية تعتبر، بدايتها كانت خالية كلش. كنت أروح المخزن بشويخ، شويخ الصناعية في الجراج مالنا اللي بشويخ، مخزن متروس، وكنت أروح أفاوض تجار طول بعرض جايين مو كويتيين عشان يشتروا البضاعة، فأنا كان فكري أن نبيعها باللي فيها لأنها راح تنباق، راح تنباق مخزن ينكسر ينباق، فقلنا نبيع باللي فيه. وكان الله يذكره بالخير والله يرحمه كان فيه محاسب عند الوالد ذاك الزمن، جاب لي الفواتير وقال لي البضاعة اللي موجودة بهالمبلغ بيعي حتى لو بنص المبلغ، بس لأن أنت لو بتروحين يومين ثلاثة كل شيء بينباق وما راح تحصلون على شيء. وفعلا بعنا، وبديت أسوي الإجراءات، وبدينا أسوي الإجراءات الرسمية، الأوراق، الأمور كلها، يعني أهلتني المرحلة أني أكونها. مشت الحياة رحمة الله عليه، الله يرحمه. ويمكن هذه إحنا نبي نطلع من هذه الذكريات ومن هذا الحديث ونتكلم على الإنجازات. نعم. توجهتي إلى دراسة المحاسبة في جامعة الكويت، ليش اخترت المحاسبة بالذات مع عبد العزيز؟ هل هو رغبة ولا احنا طبعا يعني كنت شاطرة، انا كنت يعني دائما شاطرة الاولى في المراحل الابتدائية للمتوسطة، انا كنت الاولى دائما متفوقة، ومو بس الاولى بالدراسة، الاولى حتى باي نشاط، يعني لي نشاط في المدرسة، حفلات، مرشدات، كل شيء بالمدرسة انا اشترك فيه، اذاعة ما اذاعة كل شيء موجودة، يعني حرشة ونشيطة وشاطرة. دخلت المرحلة الثانوية، الثانوية طبعا أنا أعتقد أن هي مرحلة المراهقة على الشطانة على الشلل، مع أن يعني كنا زينين يعني بس شنو كان توا بادي الحس السياسي، كان بادي الحس السياسي وبادي صامتة. وأذكر من المرات كانت أزمة الصامتة، كنا أنا وصديقتي ننحاش من درس الدين ونقعد بنخش بالمخزن ما أدري ليش درس الدين ليش بالمخزن ليش بالمخزن كراسي، في كراسي ونقعد أنا ورفيشتي نسولف، نقعد على هالكراسي والدار الغرفة اللي وراء المخزن أو جبال المخزن غرفة الفراشات وكلهم عراقيات، كنا نلعن بالعراقيات ونلعن بالعراق ونلعن بال ما وعينا إلا الوكيلة والناظرة داخلين علينا، بلغوا عليكم بلغوا علينا طبعا. ما أنسى هذا الحادث طبعا، لما يقولون لك المدرسة يبي أبوك، يعني أبوي يعني أموت أو أمك، يعني بتقولون لهم منحاشة، يعني منحاشة شنو يعني بالمخزن أنا، بس الأهل ما يتقبلون. فكنت يعني بداية إن بدل لا أطلع الأولى بديت أطلع من العشرة الأوائل، وكان وهذا يرد على موضوع الرغبة القوية. يعني في الثانوية يمكن نحتاج إلى نوع آخر من مو التعليم، نحتاج إلى نوع من الرعاية أكثر من التعليم. شوف بالابتدائي المتوسط كانوا مدرساتنا الفلتات، بالثانوية بدينا نحس شوية بضعف، يعني أنا يعني شخصيا يمكن أو شخصيتي تغيرت. بس لما جيت بتخرج قلت وين أروح، يعني يا أما تكون توب وتروح تسافر، وأنا ما كان لي رغبة أني أروح برا حق طب أو هندسة، ما كان في طب وهندسة، فأنت تاخذ أعلى الكليات، كانت يعني اللي كشخة والزين يروح كلية تجارة،
إنزين كل التجارة عبارة أو القانون، فكان يا ما تروح محاسبة يا تروح قانون، هذا أحسن تخصصين يعني اللي هم مميزين، كأنك رايح طب وهندسة، لأن المحاسب ما حد يقدر يحل مكانه مثل الطبيب والمهندس. صحيح. فلذلك قررت أني أكون محاسبة. بعد ما تخرجتي من جامعة الكويت تخصص محاسبة، توجهك وعملك يعني ما بين حكومة ما شاء الله وما بين القطاع خاص، وأنت مرأة يعني من النساء ما تبارك الرحمن المشهود لهن ما شاء الله بالحركة والإنجاز، وين ما تكونين في مكان قاعدة تنجزين فيه طبعاً، وقاعد نشوف خلال يعني مشوارك تبارك الرحمن في السنوات الأخيرة، تكونين في قطاع خاص تنتقلين إلى العمل بالحكومة، تتركين الخاص ترجعين إلى الحكومة، فعندك النقلات أم عبد العزيز ما شاء الله تبارك الله. إيه متابعيني إيه متابعيني. فما شاء الله هذه النقلات وهذه الجرأة حتى في هذه التنقلات أم عبد العزيز، تبي نسولف عنها؟ يمكن الناس تشوفها إيجابية وفي ناس تشوفها سلبية، وفي ناس تقول ليش هذا التنقل اللي هو لا ما أنت عارفة طريقي، لا أنا عارفة طريقي عدل. وحقيقة ما أنتقل من مرحلة إلى مرحلة بحياتي الآن، وحتى من 20 سنة وأكثر من 25 سنة، إلا أنا دارسة الموضوع، دارسته كل جوانبه. أكيد يعني في إخفاقات، وما زلت أغلط وما زلت أخفق وما زلت يعني الحياة تعلمنا كل يوم ما درس. في إنسان صار ناجح من غير يعني ما يخطئ، لازم يعني نتعلم طبيعي. لازم نقول صحيح. حق كل إنسان إن يعني التعلم مستمر إلى يوم الممات. فكنت أنا كل مرحلة دخلتها حاطة في بالي اللي بعدها خلاص، يعني أنا بديت حياتي ترى خريجة محاسبة، لكن ظروفي الاجتماعية بذاك الوقت ما قدرت أشتغل لا ببنك لا بشركة، ربعي راحوا الكويتية، ربعي كانت تأمينات توها فاتحة، كانوا إحنا كنا يعني الجيل المدلل، الخريجين المدللين، مو الحين مساكين عيالنا، كنا نفتح البريد نلقى البنوك كلها طبعا. البترول الكويتية التأمينات تعالوا بس تعالوا، لكن ما كان يعني مدللين وماكو شيء يعني ما ندري شنو نبي، وكنت اوريدي تزوجت فما أدري شنو أبي حقيقة، يعني ما أدري شنو وين بروح، هني مثل ما تقول بوصلة عندي ما كانت ثابتة. فوين رحت؟ رفيجتي معاي اللي يعني صديقتي اللي بلش رايش نشتغل بروضة أطفال سكرتيرات، سكرتيرة بروضة أطفال، خريجة محاسبة تشتغلين لا، وكل البيبان مفتوحة أطفال. لك مفروش أي. لك بالورد أي مكان بالكويت، تبي تروح تحضر ماجستير ودكتوراه، تبي تروح أي شيء اللي الآن يتمنونه أمنية يلقون صعوبات، إحنا جيلنا كان مفتوح لك الباب. بس هذا يناقض، بس هذا يناقض يعني شخصيتنا نبيلة العنجري. أي لا يعني أنا قاعدة أقول لك أي أتكلم بالبداية إحنا ماشيين يعني صح، لكن الحياة أكو تيارات تياريك، فمن الشطارة أنك ما تسبح ضد التيار. في بعض المواقف بالحياة أنت ليش تسبح ضد التيار، والتيار يعني بغرقك، لا أنت شوف شنو الأنسب لك. وهذه من الأشياء الإيجابية، أنا ما أعتقد أنها شيء سلبي أن الواحد والله ظروفي الآن ليش أحارب إذا أنا ما عندي سلاح أحارب فيه، فخليني أمشي وما يحتاج، أنا مستانسة ومبسوطة يعني ما كنت، لكن داخلي في هاتف، هاتف وين نبيلة، نبيلة وينها، شو بسوي نبيلة، أوكي مو هالمرحلة بعد، بعدين انطر شوي، بعد 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 بعد. قعدت سنة وشوي انتقلت من روضة الأطفال إلى كان يسمونه المعاهد الخاصة، معهد الشلل للبنات، واشتغلت بعد، قلت يعني خل أضرب عصفورين بحجر، أنا اسمي قاعد أشتغل وقاعد أقدم خدمة إنسانية لفئة من البشر، وكان يعني فعلا يعني ما كان التدريس بحد ذاته هو اللي يعني طغى علي، لا الخدمة الإنسانية أكثر. في هذا المكان إلى أن يأتني فكرة عاد هني بدأت تشتغل الفكرة أني أروح أكمل الماجستير والدكتوراه، فكان وين في ممكن أكمل، أروح الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، وفعلا انتقلت إلى التعليم التطبيقي كلية دراسات تجارية، على أني إن كانوا بيسووا لنا برنامج الماستر بالكويت قبل الغزو هذا، مع الأسف كنا تقريباً 20 كويتية اللي مو ماخذين ماجستير ودكتوراه في الهيئة كلها، فقالوا بيسووا لنا البرنامج بالكويت. حلو. وايد زين. شنو المتطلبات؟ إن في يومين بالأسبوع راح نداوم من 8 للـ5. البنات كلهم قالوا لا ريايلنا ما يرضون، شوف ذاك الوقت
رجالنا ما يرضون. من 8 إلى 5. من 8 إلى 5 يومين وتأخذين ماجستير بعد سنة ونص. لا ما نبي ما نبي ما نبي. طبعا الأغلبية قالوا ما يبون. إحنا بالتالي انطبق علينا. هني قلت خلاص يا اتفقوا وجودي بالهيئة. فأخذت إجازة أمومة. بعدها كان 89 صار الغزو وأنا في مصر. ولما دخلت يعني صار وقت الأزمة أو وقت الغزو الناس طبعا انهارت وأنا واحدة منهم أكيد يعني. لكن هني بديت أصحى وإن الحين الكويت بحاجتنا. كنت يعني بإجازة، أنا بإجازة أمومة صار لي 2 سنين. أنا راح أكمل هذه الجزئية أكثر وبعطيها وقتها أكثر أم عبد العزيز. بطلع فاصل ونرجع ونشوف هذه الجزئية المهمة اللي كانت أيضا كانت نقلة نوعية في حياة نبيلة العنجري. متواصلين مع ضيفتنا الكريمة نبيلة العنجري مدير عام شركة ليدرز جروب. فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. رجعنا معكم مشاهدينا الكرام وبرنامج إسرائيل وضيفتي الكريمة مدير عام شركة ليدرز جروب نبيلة مبارك العنجري عبد العزيز. يعني قبل الفاصل تكلمنا عن وجودك في أول يوم الغزو، كنت في جمهورية مصر العربية وياك النداء يا نبيلة الكويت بحاجتك بكل تأكيد. تبي نتكلم أكثر حول هذه القصة؟ طبعا على طول يعني قالوا غزو وتليفونات من الكويت وبعدين انقطعت الأخبار وانقطعت التليفونات. لبست ونزلت على طول للسفارة الكويتية، حطيت اسمي ورقم تليفوني بمصر وقلت لهم أنا تحت أمركم، ما حد طالعني، بس سوينا ورقة وحطينا أسماءنا وأرقام تليفوناتنا كم واحد، قلنا لهم إحنا تحت أمركم بأي شيء إحنا حاضرين. طبعا يومين 3 10 ما أحس، مو ذاكرة بالضبط الأيام، لكن يعني تليفون بعدها من السفارة وقالوا لي راح نأسس المركز الإعلامي وانت كاتبة أنه ما عندك مانع أن تشتغلين بالغزو. قلت لهم أكيد ما عندي مانع، حياكم الله، روحوا في المكان الفلاني، كان في مبنى تو أجروا سووا مركز إعلامي في القاهرة. رحت في القاهرة، ماكو طبعا يعني براحة يعني مكتب ما في ولا حتى كرسي، وكان بعض الشخصيات الإعلامية اللي كانوا طبعا لهم دور، أنا ما أعرف بالإعلام ولا أعرف أحد إعلامي ولا لي علاقة بالإعلام تماما في ذاك الوقت. كان الأخ الفاضل خليل إبراهيم اللي كان في ذاك الوقت مدير الإذاعة أو مدير قناة بالإذاعة، مدير الإذاعة الأولى أو الثانية. وبعدها يو الشباب ويو مجموعة وبديت أشتغل معاهم، ويبت ربعي شوية وتجمعنا وسوينا يعني ستاف متطوع طبعا في المركز الإعلامي. اشتغلنا على مدى 3 شهور، شهر 8 و9 و10 ونص 10 أو أول 11 قررت الدخول للكويت. قلت أنا ميتة طبعا، كنا أحس أني أنا كل يوم أموت، لكن الصبح كنت أشتغل في المركز الإعلامي وبعد الظهر نروح بيت مع زوجة سفيرنا في ذاك الوقت عبد الرزاق الكندري الله يذكره بالخير وحرمة شريفة الكندري، فتحت البيت لنا وسوينا لجان نسائية عشان نشتغل. فمن الصبح أطلع من 9 للساعة 12 بالليل إحنا مجندين للعمل حق الكويت. ولكن كل يوم كنت أحس أني أموت أنا بعيدة عن الكويت. قررت خذيت عيالي، بنتي عمرها 6 سنين وولدي عمره 4 سنين، وقلت يا جماعة أنا بدخل الكويت، اللي بيدخل معاي حياها الله، بس ماني مسؤولة عن أحد إذا صار فينا شيء، أنا مسؤولة عن نفسي وعن بنتي وولدي. خذينا الطيارة وصليت استخارة ذيك الليلة والحمد لله فتح الطريق ورحت خذيت الطيارة القاهرة عمان، ومن عمان أجرت سيارة وكانوا معاي 3 حريم يوم معاي كذي يعني، وكل واحدة عندها ظرفها اللي لازم تدخل الكويت. دخلنا الكويت مع سايق عراقي ما نعرفه ولا يعني ما أدري شلون، الله حفظنا، لكن كان طريق تقريبا مدته 24 ساعة. 24 ساعة من عمان من حدود الأردنية إلى صفوان. طب قطونا في صفوان، قال ما يصير تدخل سيارة عراقية إلى الكويت. طبعا خلال 24 ساعة ما قمضت عيني، وهو طبعا ألح إن نروح بيته السايق يعرفنا على مرته، وكان يبي يجيب ولده ويانا ورفضت أنا رفض قاطع. وطول الطريق كنا نسمع إهداءات الكويتيين بالرادو، نسمع أهلنا وربع ونعرفه هذا.
ولا شيء. ليه ما دخلنا صفوة؟ غصب قلوبكم بس بالنهاية ما أنتوا قادرين حتى تتكلمون. لا لا طبعا لا يعني طبيعي. كانت الدنيا يعني طبعا البتشي بمصر وهم يودعوننا بتشي وأهل الكويت ما يدرون إن إحنا بندخل، ما حد يدري، ماكو اتصال. فكان يعني ممكن لو صار لنا أي شيء خلال هالفترة ما حد يدري عنه. دخلنا ولا شك إن في ذكريات حزينة وذكريات ضاحكة في هذا، مواقف ضاحكة من خصوصا ولدي عبد العزيز الحين طبعا دبلوماسي عبد العزيز سفارتنا بكوريا الجنوبية. لكن عبد العزيز كان وطني لدرجة غير طبيعية. فدخلنا عند مال جوازات مطار بصفوان بالضابط قاعد، وصور حق صدام حسين 4-5 صور معلقة. فأول ما دخل عزيز 4 سنين ما كان حتى يتكلم، فقط كلمة هالكبرها على صدام حسين، فهز رأسه الضابط قال ما باخذي ولدك طلعي. يعني كان ممكن نروح فيها. طيب أكيد. المهم دخلنا الكويت، لقينا شابين كويتيين عند نزلونا، قالوا ما يصير يدخل، خلاص أنتوا حدكم صفوان، شوف واحد يدخلكم الكويت. فكانت يعني الرحلة هاي 24 ساعة وقعدتي بالكويت من أول نوفمبر إلى التحرير ماكو شيء. طبعا دخلنا أول شيء ناس فرحت وهذا وتأملنا التحرير، هذه بعد سوت لي يعني فرصة للتأمل أكثر. أنك أنت تغير مسار حياتك، ومن هنا انطلقت إلى مسيرة أخرى بحياتي. أم عبد العزيز، اقتحمت العديد من المجالات رغم يعني عدم تخصصك فيها، ولكن دخلتي بقوة وكنت يعني تقابلين العادات والتقاليد لدولة الكويت، وخضتي المشروعات السياحية ومديرة للعلاقات العامة. هذا الإنجاز وهذا الدخول وهذا الاقتحام اللي أعتقد يعني ممكن كان تحدي كبير لنبيل العنجري وتحدي كبير للمرأة الكويتية، وإبراز أن المرأة الكويتية قادرة على العمل وعلى الإنجاز رغم كل يعني بعض ممكن نقول الموانع، مش موانع الدولة ولكن موانع الأعراف والتقاليد. طبعا بعد يعني في حياتنا كلنا احنا ككويتيين اللي عشنا مرحلة الغزو وكنا واعين، يعني ما احنا يهال، ما احنا صغار، حتى اليهال اعتقد يعني اللي واعي احنا يعني صرنا بمفترق طرق، يعني مرحلة ما قبله وما بعده. واعتقد اللي ما تغير عمره ما راح يتغير. صحيح. لان انا في هذه اللحظة في وقت تحت الغزو قلت لك وقت التأمل اللي قعدت 7 شهور قررت قرارات صعبة يعني في حياتي ومنحنى جديد في حياتي بإني أسعى أشتغل أي عمل في حق الكويت. حلو. ولازم بعد إن يعني إذا في صورة ذهنية مو صحيحة لازم أغيرها، لأن إحنا فعلًا عشنا كبلد بالسابق إن الكويتي ما يشتغل، هالوظيفة ما تصلح حق الكويتي، هالعمل ما يجوز، البنت الكويتية ما يصير تدخل هالمجال. فكانت في وظائف كثيرة ما تدخلها لا الكويتية ولا الكويتي أساسًا. صح. ومنها العلاقات العامة. لما اخترقت ودخلت العلاقات العامة، اخترقت ودخلت العلاقات العامة في المشروعات السياحية، وهي شركة غير عادية، يعني شركة تتعامل مع جميع شرائح المجتمع. صحيح. وما في شك أن أنا يعني دخلتها وما كنت أدري شنو العمل فيها، ولكن لأني كنت أبي أقول أن العمل في شركة مشروعات سياحية وعلاقات عامة للبنت الكويتية ما رح يأثر عليها، فدخلتها كأول شيء كرئيسة قسم، كان فوقي مدير الله يذكره بالخير الأخ عادل جار الله، وبعدها عادل طلع وأنا صرت مديرة العلاقات العامة. الحياة ما كانت يعني وردية لما دخلت العلاقات العامة، لأن كان المجتمع ما يعني ما كان متقبل الأسرة. ما كانت البنت الكويتية تدخل وظيفة علاقات عامة حقيقة. قبل الغزو كان أغلب يمكن بنوك معينة، واحدة ثنتين ثلاث بس، ما تشوف. بعدين الإعلام ما كان مسلط على الكويتية هذا التصل، يعني الأسر الكويتية تخاف وتهاب وما تحب بناتها أو نسائها يطلعون في الإعلام. فكان وعملي اليوم في المشروعات السياحية في ذاك الوقت كله إعلامي، أنا أبي أغير الروح. كانت روح كآبة، والنمط لا كانت إحنا داخلين عقب غزو وكآبة، أبي يعني أغير الروح الكويتية في عملية اختراقهم للمرافق، لأن المرافق ما كانوا يدخلونها كويتيين أيضا قبل الغزو، كان عدد قليل يروح المرافق. سوينا شاطئ النساء، شاطئ المسيلة،
ركزنا على نواحي الشباب، سوينا بطولات مسائية وصيفية. كنا يعني أنا أذكر 5 سنين من حياتي البداية في المشروعات السياحية من 93 إلى 98، يمكن هال5 سنين ما خذيت إجازة أسبوع على بعضها، ولا ويكند يمكن قعدت ببيتي. وكان خلال 5 سنوات، 5 سنوات كنا كلنا، طبعا أنا ما أقول بروحي بس، كان يعني شنو اللي لقيته في البداية؟ يعني عدم رضا من الأهل أن صوري تطلع بالجرائد، أني أطلع بالتلفزيون، أني يعني ألتقي بمجاميع رجال وايد. كان شوية المجتمع مو متقبل، بس أنا ببالي أن أنا أصلح الصورة، فصلحتها الحمد لله، لدرجة أن بدوا يوني أمهات بناتهم بإيدهم، نبيلة نبي بناتنا يشتغلون معاك. ها يعني محافظين، أعرف أسر يعني أقول لها إحنا ما نداوم بالويكند، الويكند لازم نكون بالشغل، تقول إيه كل عليك فيها، إحنا يعني ممكن تطلع بالإعلام، ما عندنا. علميهم إحنا نبي بناتنا مثلك. جميل، إذن هذا الاقتحام أثمر هذه النتائج اللي ذكرتيها. مالك أي علاقة بالخيل أبداً 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 أبداً، دخلت وطلعت مالي، ولكن دخلت وطلعت مالي، ولكن ترأستي إدارة نادي يعني الصيد. إلى أي مدى نجحتي مع عبد العزيز فيها؟ والله نجحت الحمد لله. أنا أعتقد أن الشباب اللي موجودين للآن بالنادي والشياب اللي موجودين الآن بالنادي، والله يرحم بعضهم، إلى الآن لما يشوفوني يقولون لي نبيلة، هي فعلا فترة قصيرة من 97 و98 إلا إلى الآن يقول نبيلة الفترة اللي أنت فيها الحين، يقول الله يذكر أم عبد العزيز، الله يذكرها بالخير، جيت سويت زوبعتي، سويت تغييراتي، سويت حركتي اللي أنا مو أنا، يعني سبحان الله، الله يلهمني أني أسوي شيء للمكان اللي أقعد فيه وأتحرك بالحب اللي أنا لما أروح شغل أما أني أحبه واشتغل فول سبيد، يعني أدوس على آخر شيء، أو أن من يوم من الوقت اللي أخفف السرعة أعرف أني أنا، عشان كذي أنا أغير الوقت اللي أخفف السرعة، أقول خلاص هذا مو مكاني. يمكن أنا الوقت داهمني، يعني ما راح أسألك كل المحاور اللي عندي، اللقاء معاك يطول مع عبد العزيز، ولكن سؤال أخير فضل. أيضا ترأستي مدير منتجع صحاري، وهذاك اليوم يعني وهذاك الوقت يعني ما كانت لها شهرة، وقبلتي هذه المغامرة. نعم، يعني ما تشوفين انها كانت مغامرة صعبة بالنسبة لك؟ لا بالعكس، هذا يعني هذا حبي وعشقي، ان انا اشوف هذا المكان الجميل وكنت اروح له، وكنت لا شعوريا كنت تعرفت على هالمكان، قمت اخذ الناس واوديهم قبل لا اصير موظفة فيه. فشافني الله يذكره بالخير طارق الميلم، كان رئيس مجلس الإدارة، كان هو دائما يجي بعد الظهر ويشوفني بالقهوة كل يوم معي ناس، بو بدر شوف فلانة، وشوف بو بدر شفت فاتصل فيني بو بدر وقال نبيلة نبيش تمسكين شركة الجزيرة العقارية اللي هي تحتها صحارة. والله يعني يشرفني أني أشتغل مع رجل مثل طارق الميلم حقيقة، وترى نجاح صحارة ومعرفة الناس فيه لاحقا بالتسويق يسمونه word of mouth، واحد ينقل على الثاني. العلاقات اللي عندي والصحافة اللي بذاك الوقت تقريبا كلهم أصدقائي الصحافيين والصحفيات، ساعدتك في إشهار، ساعدتني في أني أسوق صحارة والناس تعرفه بدون ما نصرف ولا فلس على التسويق، ما نزلنا إعلانات، ما قلنا ترى word of mouth، واحد يعلم تعالوا شوفوا هالمكان اللي هبل، تعالوا شوفوا، تصدقون هذا بالكويت، وهكذا صار صحارة من المواقع السياحية المهمة بالكويت. آخر سؤال، هل تشوفون أن الكويت قادرة أن تكون دولة سياحية أو لا من خلال هذا التاريخ الطويل وهذه الإنجازات اللي يعني بقول لك إياها من الآخر عبد العزيز؟ قضبوني السياحة، قضبوني إياها، وحضرة صاحب السمو في يوم دخوله الإمارة وإحنا رايحين نبارك له قال راح تكونين أول وزيرة للسياحة يا نبيلة، وهذا ما نشيت موجود بالسياسة بجريدة السياحة، يعني قادرة. أنا أقول مسكون السياحة مسكون إياها بس سنتين بس سنتين، وأبحط صف ثاني وصف ثالث، لأن الحين كبرت شوية أبي صف ثاني وصف ثالث، أبي أدرب الكويتيين حقيقة، أبي أدرب الكويتيات والكويتيين على الخبرة اللي عندي وعلى الاستراتيجية السياحية اللي سويناها وإحنا بوزارة الإعلام، أبي أمسكهم الطريق وأقول لهم السلام عليكم. الله يعطيك العافية عبد العزيز، ومشكورة حطتنا من وقتك، كل الشكر والتقدير لك مرة ثانية. الله يسلمك، ومشكورين ولقاء فوق الرائع. شكرا. إذا وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا من برنامج إسراء، وضيفتي الكريمة مدير عام شركة ليدرز جروب نبيل مبارك العنجري، ومع السلامة.